شفتوا هذا المشروع اللي قيمته 5 مليارات و800 مليون ومعطيه معاها اعفاء من الضرائب مليار و700 مليون وخلق الاحتيال على 28% من تنفيذه بالتواطؤ بين الناس اللي قائم عليه. هذا الناس اللي نهبوذة ما اكتفوا لأنهم دافرين الدولة الموريتانية، وهذا ندور نشرح لكم به عمق درجة الاستشراء اللي لحق الفساد الموريتاني. شو عدل سابق شهرة من تنزال المشروع سنة 2020 وعدل ملحق شنو هو أفناه، وهو وسيلة لاختلاس المال العام في موريتانيا. قالوا عنهم لا يزيدوا 699 مليون للشركة ولا يزيدوها 200 مليون إعفاء من الضرائب، وأن القرض من ذا هو عن لا تنزاد المستفيدين من الماء اللي كان عليه لا ينتهي، وعن يطولوا الأبراج أنهم لا 10 مطر ولا يطولوا شور 20 مطر، وعن لا يزيدوا الضخ. هذه هي المبررات اللي ندارج له. هذا كامل لا أساس له من الصحة، لأن المواطنين يقدوا ينزاد ولا عن طريق الحنفيات، والحنفيات اللي كانت مبرمجة في الأصل اللي معدل له زيادة وحايل منهم على 77 ما خلقت، يقدوا ينزاد ولا ببراج المياه بهم اللي تي ويجيب الأبراج المياه تي، واللي داروا هما عليه ذي الفكتيرة الكبيرة يوصل لأبراج المياه. أبراج المياه ما تحركوا من بلهم، اللي تشوفوا الوثائق نفس المواقع اللي كانوا فيها في المشروع الأصلي هي نفس المواقع اللي تموا فيها حسب تقرير البعثة المشتركة اللي انشرنا لكم. إذن هذا شنو معناه؟ معناها عنهم هما قبوا شي من التواقط وداروا فيه ذا من المال، ووقعوا ذا الوقعوا ينقال له أحمد زيدان، هو منسق مشروع أفطوط الشرقي، وهو ملي رئيس لجنة الاستلام اللي استلمت ورقم ذا اللي موجود من النقصان ما ذكرته، والتوقيع ملي العقد ما هو طبيعي بها اللي لجنة الصفقات منحته لا يوم 21 في جانفي 2020، وهو مقعه كيف شفته في 2019. هذا ما قدوا يكتفوا به من الديون اللي مرفودة على ظهر هذا الشعب البائس. هذا ضرك بشكله ذا منين توصل له دولة يا الله تعرف عنها، يا الله تحل عينيها، يا الله تعرف. احنا كمنظمة الحكومة عندنا لا نطلب منها تحقق وتعاقب، احنا ما عندنا عليها وسيلة ضغط، واحنا ما لنا حزب سياسي، احنا منظمة مجتمع مدني. احنا اللي نقدر نأثروا فيه هو الممول اللي هو لا اف بي، هذا موجود في العقد بنود يديرها هو عنه ما يسمح بالتحايل ولا الفساد في تنفيذ مشاريعه. احنا كتبنا له ان مطالبين بالتحقيق وانه يطالب بالتحقيق، كيف ما عندنا كتبنا لوزير الاقتصاد اللي هو اللي بينوا العلاقه معاه بعلنا ندوروا التحقيق هذا الحق. هون نص على مستوى موريتاني عندنا الان توم المواطنين شو تقدوا تعدلوا؟ تقدوا هذا توزعوه بين جميع الموريتانيين إلين كلها يعلم بالطريقة اللي تعدل بهذه التاخنانست اللي ينتكلوا بها أمواله. أولاً بعد هذا عقاب معنوي قادين أنتم إلي نعادة الحكومة ما يمعدل عقاب مادي، قادين أنتم المواطنين تعدلوا عقاب معنوي للمفسدين بعلكم حد منكم كامل واصلوا ذا يمشيه للناس كامل اللي عنده وينشروه بل منين قد ينشروا أياكن كل حد يعلم بذا. هذا هو مسؤوليتك أنت كمواطن في العقاب المعنوي. فيما يتعلق بالعقاب المادي يا الله تعود هم مطالبة وطنية واضحة بشأنه، وإحنا كمنظمة لنقدر نعدلوا اللاذة عنا مشينا وعدلنا دراسة مكلفة وجمعنا جميع الوثائق رقم صعوبة النفاذ للمعلومة ودرناها على أرض الواقع ونشرناه وتحملنا مسؤوليته.